سمع الله لمن حمده. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأوجد وأبلى وأعز وأذل، يا من شق البحار وكور الليل على النهار وكور النهار على الليل، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء الوجلون المقرون المعترفون بذنوبنا، نبتهل إليك ونسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك عيناه وخضع لك جسده، إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك، فاللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا قرة أعين العارفين، اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أجدادنا ورقاب أولادنا وأقاربنا وأحبابنا من النار، اللهم لا تشغل خلقنا بالنار، اللهم لا تعذبنا بالنار، اللهم لا تعذب جباها سجدت لك، اللهم لا تعذب أعينا دمعت من خشيتك، ما سجدنا لسواك يا الله، وما تعلقنا بمن عاداك، وما رفعنا أكفنا إلى غيرك، إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك ربنا قبلتنا، فاللهم فاقبل توبتنا واغفر زلاتنا وثقل موازيننا بالحسنات، اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، ونجنا يوم القيامة يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات، ربنا كن معنا عند الممات، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم ارحمنا إذا يبس منا اللسان
وارتخت اليدان وشخصت العينان وبردت القدمان يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب فاللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا حملونا على الأكثاف وارحمنا إذا وضعونا في القبور وأغلقت القبور علينا اللهم كن معنا في ظلمة القبر اللهم كن معنا في وحشة القبر اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة ادخلوها بسلام ولا تجعلنا في من ينادى فيهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إن لنا أحبابا تحت التراب إن لنا أحبابا تحت التراب اللهم تجاوز عن زلاتهم اللهم تجاوز عن خطئهم اللهم أظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل اللهم اغفر لأرواح تراها ولا نراها اشتقنا لهم يا الله وهم بحبل جوارك اللهم آنس وحدتهم اللهم آنس وحشتهم واجمعنا بهم في أعلى الجنان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بماء وثلج وبرد اللهم أنزل عليهم عفوك ورضاك واجعل قبورهم أفضل مبيت ومسكن اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت من في هذه الليلة من شر وفتنة وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا كاشف الغم ويا فارج الهم نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك اللهم اهد شبابنا وفتياتنا اللهم حبب إليهم الإيمان
وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم زين نساء المسلمين بالحجاب والعفاف والاحتشاب، واحفظهن من التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، اعف عنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نحمدك يا ربنا على النعماء، ونحمدك يا ربنا على العطاء، ونحمدك يا ربنا أن جمعتنا بعد انحسار الوباء. فاللهم احفظنا من كل شر وبلاء، واجعل حياتنا حياة سعيدة لا شقاء. إلهنا يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير، وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشف كل مريض، اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. اللهم أرح وهون واشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا الملك محمدا السادس. اللهم أسبل عليه حلل الرعاية، وجلله بمنح العناية، واجعله من أهل الصلاح والولاية. اللهم أكرمه بالتوفيق وأعنه بالتحقيق. اللهم من عليه بصلاح الأمر وشرح الصدر وزيادة القدر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله